مرحبا للجميع. مثل ما انتم شايفين دروسنا بتوقفش. معكم كمان مرة ريهام منصور من الطيرة، مرشدة ومعلمة لموضوع مواضيع الروبوتيكا وبالبرمجة. اليوم درسنا راح يكون كمان مرة علشان ألعاب البلاتورا، اللي هن زي ما انتم بتعرفوهن باسم ألعاب التاج. أولا قبل ما نبلش درسنا بدي من كل واحد فيكم يكون يجيب ورقة وقلم وحاسوب أو تابلت. طبعا مش ضروري الحاسوب أو التابلت، بس مهم جدا يكون مع كل واحد فينا قلم وورقة لنسجل الملاحظات. طبعا درسنا لليوم راح يكون نسجل في موقع سكيلز، موقع ملعب الألعاب. في هناك الفي او دي، الدروس المسجلة رايحين تلاقوه هناك، تلاقوا كل دروسنا تبعت البلاتورا وألعاب الكاتر أو ألعاب التاج. تعالوا مع بعض نتذكر شو كان عنا الدروس السابقة، شو تعلمنا. تعلمنا عن الأحداث، القوانين، التزامن، الألعاب المستخدم. تعلمنا عن التوقيت اللي هو الوقت لكل مرحلة لكل لعبة. تعلمنا عن التزامن وتعمقنا فيه كثير، هو كان درس مفصل وكامل عن التزامن. شو يعني تزامن؟ لأنه كمان رايحين نستعمله اليوم شوي في درسنا، خلينا نذكره مع بعضنا. التزامن هو عدة أحداث بتحدث مع بعضها وفي نفس الوقت. وتعلمنا تعلمنا كمان عن كلمة الربط، وأيضا اللي هي بتربط نتيجتين في بعضهن عشان يصيرن مع بعض في التزامن بنفس الوقت. إذا إحنا فهمنا شو يعني تزامن وجاهزين لدرسنا لليوم، حابين تبلشوا؟ جاهزين؟ مش سمعتكم، جاهزين؟ يلا نبلش درسنا لليوم. خليكم قاعدين واستنونا للأخير، لأنه في كمان تحديات وفعاليات و و و و و و كثير أشياء رايحين نعملهن اليوم. إذا كيف كل اللي تعلمناه بيساعدنا على حل وتفسير القوانين والمراحل؟ حددنا، بعد ما حددنا الهدف راح نتعرف على مركبات المشكلة. مثلا شو يعني مركبات مشكلة؟ مثلا من الوضع اللي احنا عايشينه بهالأيام، مركبات مشكلة الكورونا هي سرعة انتقال الفيروس، كيفية الانتقال، مدة الانتقال، وأخطار الفيروس. بنقسم مشكلة كبيرة مع مركباتها لأقسام أصغر حسب المركبات، وبنميز ونفسر قوانين حسب المركبات الأقسام الصغيرة. مثلا إذا قعدت حد شخص مريض بالكورونا لمدة 15 دقيقة أو أكثر، لازم ألزم الحجر الصحي. كمان نتعرف على العوامل اللي بتأثر على الحل، مثلا إنه نلبس كمامة ونعقم إيدينا، وهيك بنقدر نكون حلينا وكمان جربنا وفحصنا إذا حققنا الهدف وكيف لازم نحسن منه. وطبعا هذا التسلسل صحيح لكل مشكلة. مقطع برمجة. لحد إسا تعاملنا مع قوانين يلي خلالهن خططنا كيف راح نحقق الهدف، مجموعة قوانين أو أوامر تصمموا لتحقيق هدف بمقطع برمجة، أو كلمة ثانية ألغوريتم. المقطع البرمجي هو وصفة لحل مشكلة ما، سلسلة تعليمات واضحة ومفصلة، وإذا مشينا حسبهن راح نحقق هدفنا ونحل المشكلة. احفظ الكلمة مقطع برمجي ألغوريتم، لأنه راح نستعمله كثير خلال دروسنا الجاي. مهم جدا نعرف إمتى البرنامج أو اللعبة راح توقف، وإذا لا ما عرفناش كيف راح نعرف إنه حققنا الهدف. البرنامج اللي مش معرف فيه إمتى بوقف راح يظل يشتغل للأبد. تعرفوا هيك إشي؟ تعرفوا إشي بيشتغل بدون توقف؟ حلاو دقات قلبنا. إذن شو قانون التوقف؟ ليش إحنا بحاجة لإننا نوقف المقطع البرمجي أو اللعبة أو أو أو؟ إذن قانون التوقف هو اللي بيحدد إمتى اللعبة توقف، ولما يتحقق شرط التوقف يعني الهدف اتحقق واللعبة انتهت. قانون التوقف بتكون من شرط توقف واحد أو أكثر. قولوا لي
تعرفوا أنظمة اللي بتشتغل طول الوقت بدون توقف، بدون شروط توقف؟ يلا فكروا كمان ثانية، فكروا في أنظمة من حولنا اللي أنظمة فعالة اللي ما فيش لإلهن شروط توقف، بيشتغل بدون توقف. فكرتوا فيه؟ طيب تعالوا نشوف أمثلة مع بعضنا. نظام المجموعة الشمسية. نظام المجموعة الشمسية بتشتغل بدون توقف، بتظلين يلفين ويشتغلين ويلفين بدون توقف، فيش إلها نظام توقف. وكمان مثال ثاني، نظام القلب والأوردة الدموية بجسم الإنسان بيشتغلوا بدون توقف طول ما إحنا عايشين. طيب شو مع الأنظمة اللي بتشتغل مع قوانين توقف؟ حكينا إنه في أنظمة بدون قوانين توقف فيش إلها شروط عشان توقف، وفي أنظمة اللي بتشتغل مع قانون توقف. بتعرفوا هيك أنظمة؟ يلا فكروا معي شوي بنظام اللي بتوقف لسبب معين، اللي فيه له نهاية عشان صار إشي معين. حلو. التلفون بظل يرن 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 لحتى حدا يرد أو يسكر المسحة المكالمة بالطرف الثاني. كمان مثال، ممتازين المصعد الكهربائي بيطلع وبنزل لحد ما يوصل الطابق المطلوب. وأبطال كمان درس المدرسة بخلص بس لما يرن الجرس حسب الوقت اللي تحدد للدرس. شو كمان مش سامع؟ مظبوط. تقريبا كل ألعاب الحاسوب والألعاب الحركية مثلا زي لعبة كرة القدم، عرض فيلم باليوتيوب أو أي موقع ثاني لكلهم فيه شروط توقف، بوقفهم لما يصير حدث معين. زهقتوا؟ بدكم فعالية؟ يلا نتحرك ونتسلى. فعاليتنا اليوم راح تكون لتحسين التنسيق عنا كورديناتيا، كلمة ثانية مش تفهموها أكثر، كورديناتيا تنسيق. شو يعني كورديناتيا أو تنسيق؟ يعني إنه نلائم بين عدة أشياء خلال حدوثهن وننسق بينهن. ومن ناحية التنسيق بجسمنا يعني يكون تلاؤم بين حواسنا وعضلاتنا، يعني نعمل عدة أشياء في نفس الوقت بتنسيق معين بترتيب معين حسب قوانين معينة. جاهزين؟ نبلش؟ يلا. فعاليتنا لليوم هي إنه ندمج بين التزامن وقوانين التوقف عن طريق فعالية التنسيق. كل واحد فيكم يوقف ويتبع ترتيب الأحداث اللي على الشاشة. جاهزين؟ وقفتوا؟ يلا. أولا بدنا نحط إيدنا اليسار على راسنا، حطيته، وإيدكم اليمين على بطنكم. وبس يكونوا إيديكم الثنتين على الراس وعلى البطن، إذا النتيجة راح تكون ومع بعض وبنفس الوقت بدنا نحرك إيدنا اليسرى وكمان إيدنا اليمنى بحركات دائرية وبنفس الوقت. ماشي؟ بدنا نضلنا نحركهن ونحركهن. وانت بنوقف؟ وانت؟ إذا لما حركات الإيدين الدائرية تساوي 10، شو بصير؟ تنتهي اللعبة. لما نعد للعشرة ولما نخلص عد 10 حركات في ايدنا اليمين وايدنا اليسار، بدنا ايش؟ نوقف اللعبة. انتبهوا، ايدنا اليمين واليسار بتحركن بالتزامن. شو يعني بالتزامن؟ يعني مع بعض وبنفس الوقت. وكمان للتزامن هذا في شرط توقف. شو الشرط؟ حلو، 10 حركات دائرية. بدي أتشكر بنتي دلع عشان ساعدتني إني أورجيكم بالصوت والصورة كيف الفعالية بتصير. انتبهوا لدلع، ويلا مع دلع خلينا نبلش. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حلو، شكرا يا دلع. رجعنا لنتدرب بألعاب البلاتورة.
على الشاشة في عنا خارطة الطريق لمراحل شروط التوقف، بنختار مرحلة وبنبلش نلعب. على الشاشة، على الشاشة ما فيش ولا شكل، الهدف هو 4 مخمسات بنفسجية، 4 مخمسات بنفسجية مثل ما احنا شايفين. بنفتح شاشة القوانين، بهاي المرحلة في عنا قانون واحد فقط، وهو انه لما نضغط على الشاشة بتكون مخمس بنفسجي. لازم نكمل قانون التوقف. قانون التوقف بتكون من أهداف المرحلة، وهي 4 مخمسات بنفسجية. علشان هيك بدنا اللعبة تتوقف لما يكون عدد المخمسات هو 4 بالضبط. تعالوا نحط البطاقات المناسبة بقانون التوقف، وهيك صار إنه لما عدد المخمسات البنفسجية يساوي 4 اللعبة بتتوقف. انتبهوا إنه قانون التوقف بيشبه قانون عادي، بس هو مش نفسه بالضبط. رايحين نحكي عنه لقدام شوي خلال درسنا. تعالوا نجرب حلنا. طبعا اللعبة بتبلش بس لما نبلش نضغط على الشاشة. 1 2 3 4. ممتاز، كل الاحترام. ايش كان عنا وشو كان عنا جديد في مرحلة التدريب؟ حلو، اذا المرة كنا لازم نكمل قانون التوقف، ولأول مرة كان في عنا بطاقة مع السلم، شايفينها في مخزن البطاقات. علامة السلم يعني كمية أو عدد. مثلا في برنامجنا اللي كان في مرحلة التدريب اللي كانت معنا، كمية المخمسات البنفسجية تساوي 4. كمان مبنى قانون التوقف مختلف من مبنى قانون القوانين العادية. لحد إسا القوانين اللي عرفناها وكملناها كان فيها سبب ونتيجة. أولها كان يكون سبب من جهة، أولها من جهة اليمين للقانون، ونتيجته في الجهة اليسرى. أما قانون التوقف بحوي على شرط بقسمه الأيمن، شرط بالقسم الأيمن للقانون، شرط واحد أو أكثر طبعاً. ولما يتحقق الشرط اللعبة بتتوقف. الشرط ممكن نفسره كسؤال الإجابة عنه هي في أو لا، أو أي إجابة ثانية. مثلا الشرط اللي كان بالتدريب كمية المخمسات يساوي 4. خلال تجربة القوانين وتشغيل اللعبة كل شوي راح نسأل حل، هل عدد المخمسات صار 4؟ هل عدد المخمسات صار 4؟ لا لا لا. ولما تصير الإجابة على سؤالنا نعم، الشرط بتتحقق واللعبة تتوقف. بحل السؤال كان شرط التوقف كمية المخمسات هو 4، مظبوط؟ إيش رح يصير حسب رأيكم لو غيرنا قانون التوقف وصار كمية الدوائر البرتقالية بتساوي 4؟ تذكروا ما فيش عنا ولا شكل أولي على الشاشة لما بلشت اللعبة، ما كانش عنا على الشاشة ولا شكل، يعني الشاشة فارغة. والقانون الوحيد اللي عنا كان في مرحلة التدريب هو إنه لما نضغط على الشاشة بتكون عندي مخمسات بنفسجية. فكروا شوي معي إيش رح يصير لو كان شرط التوقف حطينا بدل المخمس البنفسجي دائرة، اخترنا من المخزن دائرة برتقالية. فكرتوا؟ حلو، مظبوط. اللعبة مش راح تتوقف. ليش؟ علشان ما فيش قانون عنا بكون دوائر برتقالية، وبهيك مش راح يكون عنا دوائر برتقالية على الشاشة. راح يوقف بس بسبب الزمن اللي هو الخط الأسود اللي برا حوالين الشاشة بلف وقت تشغيل القوانين.
بحل القوانين وتكملتها حصلنا على شرط توقف، إنه لما يصير عدد المخمسات، كمية المخمسات 4، الشرط بوقف. إيش رح يصير لو غيرنا قانون التوقف ل 0؟ إنه المخمسات البنفسجية بتساوي 0. يلا وقفوا معي وفكروا، وقفوا حال وفكروا، فكروا 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 فكروا، فكرتوا ممتازين. اللعبة راح توقف بالضبط بس تبلش. ليش؟ لأنه متذكرين إحنا إنه لما بلشنا اللعبة ما كانش ولا شكل ولا مخمس، هدفنا كان إنه 0 متأسفة 4 مخمسات بنفسجية. بس إذا حكينا له إنه اللعبة راح تتوقف لما يصير عندنا 0 مخمسات بنفسجية، معناها راح توقف بس نبلش في مرحلة تشغيل اللعبة، وحالا وسريعا بما إنه فيش عندنا ولا مخمس. بمراحل متقدمة أكثر راح تتلاقوا بقانون توقف بهيك صورة. قانون التوقف هذا فيه أكثر من شرط واحد. انتبهوا إنه الشرط الأول عندنا لما يصير عدد المخمسات الحمراء يساوي 2، وكمان لما يصير عندنا عدد المثلثات الحمراء، هاي السلة بنتذكر إنها عدد أو كمية، يساوي 2. وبواسطة كلمة الربط وأيضا، متذكرين وأيضا؟ متذكرينها، حكينا عنها الأسبوع اللي فات في درس التزامن، مظبوط؟ حكينا كلمة وأيضا تعطينا نتيجة إنه شرطين أو نتيجتين مع بعض يتحققن بنفس الوقت ومع بعضهن. إذا بهيك شرط، بهيك قانون، شرطين التوقف لازم يتحققن مع بعض وبالتزامن علشان اللعبة تتوقف. بالمثال اللي على الشاشة، اللعبة بتتوقف بس لما يكون على الشاشة مخمسين باللون الأحمر وأيضا مثلثين باللون الأحمر. تمشيش الشاشة إذا تمشيش اللعبة، بتتوقفش اللعبة ومنحققش هدفنا إذا ما تحققنش الشرطين مع بعض. مش مصدقة إنه خلص درسنا اليوم وتحققن شروط التوقف للدرس. خلينا مع بعض نشوف شو كان عنا اليوم وشو تعلمنا. لخص درسنا، شو كان عنا اليوم؟ مين حابب يحكي معي؟ مين حابب يقول لي شو كان عنا اليوم؟ تساعدوني. طيب، إذا اليوم كان عنا، تعرفنا على شروط التوقف، كيف نعمل قانون التوقف، كيف بدنا نكمل قانون التوقف. تعرفنا على قانون التوقف من ناحية مبنى ومعنى. تعرفنا على قانون توقف متقدم أكثر في مراحل أكثر، اللي هو مبني من أكثر من شرط واحد. عملنا مراجعة على الدروس السابقة. عملنا فرق، حكينا عن الفروقات بين التزامن وبين شروط التوقف، بين ظروف التوقف، بين قانون عادي وبين قانون لتوقف. أعطينا أمثلة فعلية، وكان في عنا كمان مفاجأة لليوم اللي أنا مش نسيتها. مفاجأة اليوم هي راح تكون، وطبعا أنا ما نسيت مفاجأة اليوم. مفاجأتي لليوم هي التحدي اللي أنتوا عمليا مشتركين فيه، واللي هو الوصول لقاعة الشهرة الخاصة بألعاب التاج. وين بنلاقي التحدي؟ بنفوت على موقع الألعاب سكيل، بنختار البلاتورة، نختار البلاتورة وبنبلش نجمع عملات ونجوم الزد. بنضغط على ألعاب، وبنروح على التحديات الجديدة. وفي التحديات الجديدة ممكن تلاقوا تحديات اللي ممكن تعطيكم كمان عملات ونجوم اللي تمكنكم من تقديم تقدم أكثر في المرحلة. وإذا بتضغطوا على أي وحش من الوحوش اللي على الشاشة، تقدروا تشوفوا كم عملة زيت لازم تحصلوا علشان تقدروا تفتحوا مراحل جديدة، وكمان علشان وحوشكم
تكبر وتنمو، والأهم إنكم تكملوا لعب وما تيأسوا، ويكون عندكم مراحل متقدمة أكثر، وأشوفكم بالمراحل المتقدمة وألاقيكم في الشهرة بالأخير. هيك راح نوقف بثنا لليوم لدرس اليوم، بس انتم ما توقفوش، ضلكم مكملين في العاب البلاتورة. بدي اشوفكم في المراحل المتقدمه كثير كثير كثير، وبدي اشوف اسمائكم في قاعه الشهره. ماشي، اذا كان هيك احنا بهي اللحظه احنا بننهي درسنا لليوم، درس ظروف وشروط التوقف وقانون التوقف. استنوني لدرس الجاي في درس جديد وقوانين جديدة. ماشي، ألعاب البلاتورة العبوها كثير كثير حلو. باي باي.